الفيديو ده انا بهديه لمسؤولين في مصر بيقولوا ان عشان مصر تبقى متقدمه وتبقى من الدول المتقدمه لازم المحلات تقفل الساعه 10 بالليل، وبيقولوا ان في اوروبا والدول المتقدمه ومنها اليابان وهونج كونج والصين، احنا في هونج كونج حاليا يا جماعه بيقولوا المحلات تقفل الساعه 10 بالليل. وبعدين لما نزلت صوره ليا في اليابان قال لك واحد قال لك ايه ده وايش عرفنا ان الساعه كده ممكن الساعه تبقى 7. طيب دلوقتي احنا الساعه 11 و10 بالليل في هونج كونج، احنا ممكن نستأذن حتى حد نقول له الساعه كام. سوري ثاني سي الناس تشوف الساعه عشان ما يقولوش ان احنا ثانك يو عشان ما يقولوش ان احنا بنشتغلهم. الساعه دلوقتي 11 و10 بالليل، المحلات فاتحه لكل الناس عشان خاطر الناس تتسوى والناس عايز تشتري حاجات، والمحلات اهي كتيره جدا هنا في هونج كونج. انا احمد حجاجوفيتش رحاله مغامر مصري، وبحاول بس من سفرياتي غير ان انا بروج لمصر، غير ان انا بحاول ان انا اوصل حاجه كويسه جدا عن مصر بره، بحاول ان انا اوصل المفاهيم الصحيحه عن كل حاجه بتتقال، او كل واحد يقول لك بيقولوا كذا. لا، انت من خلال فيديوهاتي دي لازم تشوف الحقيقه يا جماعه، ليس بعد العين اين. شوفوا على خير محلات ثانيه كتيره. احمد حجاجوفيتش الساعه 11 وربع هونج كونج.